وللحديث عن القصف الروسي على إدلب في ظل تحركات للميليشيات الإيرانية باتجاه حلب وتأثير ذلك على ترتيب مواقف الفاعلين في المشهد السوري، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. يعني بعد يوم من تمرد فاغنر على بوتين، الطيران الروسي يستهدف سوقا بمدينة جسر الشغور، ما الرسالة التي يريد أو تريد القوات الروسية إرسالها من هذه الضربة؟ حياكم الله. أنا أعتقد أولا هناك رسالة واضحة يجب أن تصل إلى الدول العربية التي تحاول التطبيع مع النظام، بأن هذا النظام من يراهن على أن هذا النظام يستطيع تغيير سلوكه في قتل السوريين. أظن أن هذا الأمور يعني واضحة، دلائلها واضحة. هذا النظام مستمر في قتل السوريين، مستمر في انتهاكات للقوانين الدولية، وبالتالي كل من يراهن على أنه عندما يتقرب من النظام يستطيع أن يعدل من سلوكه، هذا الأمر غير منطقي، وأرض الواقع تكذب الأمر. أما بالنسبة للرسائل الروسية، فأنا أعتقد حقيقة أن هناك عدة رسائل. الرسالة الأولى هي رسالة بأن الدولة الروسية التي هزت من كيانها عندما كان هناك قناعة جازمة لدى الشعب الروسي ولدى الدول وشعوب الدول المجاورة بأن روسيا نظام مستقر سياسي، لا تستطيع يعني أي قلق، لا يوجد أي قلاقل داخلية، وأن هذا النظام على شموله وديكتاتوريته، إلا أنه يحكم القبضة الأمنية بشكل كبير جدا. الذي حصل أن هناك محاولة للتمرد وانقلاب بات يعني على حدود الإدارية لمحافظة موسكو، وأن هذا الأمر كان من أقرب المقربين لبوتين، وبالتالي هناك اهتزاز في ثقة الشارع الروسي بالمؤسسة العسكرية التي وقفت متجمدة، لم تستطيع أن تؤثر على أي شيء. الآن تريد هذه المؤسسة أن تستعيد بعض الثقة فتقوم بدورها الاستعراضي في قتل المدنيين السوريين في إدلب، أو في مباشرة ما يعرف بأن شويغو ذهب باتجاه الأراضي الأوكرانية المناطق المحتلة. الأمر الرسالة الثانية أنا أرى حقيقة هي باتجاه تركيا بعد ما يعرف باجتماعات الأستانة في 20 من الشهر الحالي 21، كان هناك إخفاق يعني المبادرة الروسية التي لم تقنع الجانب التركي، فأرادت روسيا ما قبل الانقلاب أو حالة التمرد ليفغيني بريفوجين أن يكون هناك يعني نوع من الرسائل العسكرية المباشرة على الأراضي السورية، فيكون هناك يعني سوريا صندوق لتبادل الرسائل، تقوم روسيا بقتل المدنيين، الذي هذا الأمر يشكل قلقا على الدولة التركية، كون أننا نتكلم عن منطقة جغرافية صغيرة يوجد فيها 4 مليون نازح، هؤلاء كلهم في حال استهدافهم عسكريا سيكونوا كلهم باتجاه الحدود إلى داخل الأراضي التركية، وبالتالي نعم. هذه أكبر مشكلة تشكل قلقا للدولة التركية. الرسالة الثالثة أنا أرى حقيقة هي إلى الدولة الإيرانية، كون أن هناك يقال بأن يعني طائرة بدون طيار إيرانية كانت تستهدف بعض المواقع ويكون هناك استعراض، أرادت روسيا أن تقول أن الجو ملكا لقاعدة حميمين، لا تستطيع طيران بدون طيار شاهد أن يكون لها أي دور لعمليات عسكرية في السماء السورية، وبالتالي تركيا هي روسيا فقط هي التي تدير المعركة من الجو وتستهدف المدنيين، ويكون الرد أيضا يتحمله المدنيين السوريين. نعم، طيب في السياق كيف تقرأ تحريك إيران لميليشياتها من دمشق ودير الزور إلى حلب لتحل محل القوات الروسية؟ يعني أنا أعتقد حقيقة أن هذا الأمر من أجل إفشال أيضا ما يعرف بالمبادرة التركية، هناك ما يقال بأن المبادرة الروسية هناك ما يقال بأن هذه المبادرة أرادت أن تقول أن هناك حل أمني متفق عليه ما بين روسيا وتركيا في مناطق حدود جنوب غرب تركيا أو الشمال السوري المحرر، أرادت تركيا إيران أن تقول أن ميليشياتها لها حصة في هذا الأمر، وأنها تريد أن تخلق نوع من يعني إفشال لهذه الخطة أيضا، سيما إذا علمنا أن تركيا لا تقبل بأن يكون هناك ميليشيات مرتزقة على حدودها الجنوبية. أتكلم بعد ما حصل من يفغيني بريفوجين أن نتكلم عن حالة مرتزقة لفاغنر منظمة، وكانت يعني سكين في ظهر بوتين الذي هو طبخ لبوتين بشكل مباشر. الآن نحن نتكلم كيف لتركيا أن تثق بميليشيات إيرانية أو ميليشيات شيعية مرعية من قبل الحرس الثوري الإيراني سواء أفغانية أو يمنية أو ما شابه، أن يكون لها دور على حدودها، وبالتالي ستخلق أزمة كما خلقتها في الجنوب السوري، خلق أزمة مخدرات وأزمة كابتاغون وأزمة تنظيمات إرهابية مرتزقة، يمكن أن يعني أن تستغني عن إدارة مركزيتها كما حصل مع يفغيني بريفوجين. ما موقف تركيا من هذا التحرك أو التحريك للقوات
يعني سيشكل مثل هذا التحريك كما ذكرت نوع من البلبلة على الأمن القومي التركي. تركيا في نهاية المطاف تريد أن تكون حدودها الجنوبية مع سوريا آمنة، أتكلم عن الحدود مع قوة في منطقة الجزيرة السورية مع مرتزقة والتنظيم الإرهابي المرعي من قبل البيكاكا قسد ومسد وما شابه، وأيضا أتكلم على منطقة الشمال السوري. لا يمكن أن تسمح تركيا إلى ميليشيات مرتزقة إيرانية تكون على حدودها، ستشكل قلقا لديها على مستوى أزمة المخدرات وأزمة التنظيمات الإرهابية. بالنتيجة لا يثق أي أحد الآن بعدما حصل مع يفغيني بريفوجين بأي تنظيم مرتزق، فما بالك بميليشيات غير منضبطة مرتزقة من جمهوريات وجنسيات مختلفة. لا يمكن الحرس السوري أن يقوم بدوره معها، وأيضا لا يمكن للدولة التركية أن تقبل بوجود مثل هذا القلق على حدودها الجنوبية. بالحديث عن العقوبات الدولية وانتهاكات النظام وحلفائه لحقوق الإنسان، كيف تقيم تراجع غير المبرر من المجتمع الدولي تجاه هذه القضية؟ يعني حقيقة ما حصل في موسكو أو في روسيا خلال يومي أو اليوم البارحة واليوم شد الانتباه أكثر بمجال أن حالة عدم الاستقرار، وأن هذا الأمر يشكل قلقا على دولة نووية، يعني يمكن أن يخلق نوع من الأزمة على المستوى الداخلي. كل هذه الأمور شدت الانتباه أكثر، بينما نجد أن يعني التفاعل مع الحالة الإنسانية في عملية القصف في سوريا وكأن هذا أمر لا يعنيها، أو كأن هذا أمر ذو احتمال ثاني أو ثالث أو حتى أخير. لذلك أنا أرى حقيقة أن المجتمع الدولي مفلس على حقيقة التفاعل مع حقوق الإنسان، مفلس على مستوى المسؤوليات الدولية، مفلس على مستوى تطبيق القرارات التي يصدرها ولا يدافع عنها. أتكلم عن قرار 2118-2254. بالنتيجة أنا أريد أن أقول أن السوريين سيبقى الأمر غير مستقرا في سوريا ببقاء هذا النظام الذي يعني لا يؤمن جانبه، وأي مشروع بالتطبيع مع هذا النظام هو ضحك على اللحى، وكل من يهرول للتطبيع مع هذا النظام يعلم بأنه لن يخلق نوع من الاستقرار في سوريا، بل سيكون هناك قنبلة لا تزال فتيل الأزمة فيها قابلة للتفجير في أي لحظة. سوريا لا يمكن أن تستقر إلا في عملية تغيير سياسي وتطبيق للقرارات الدولية ومصداقية للمؤسسات والأنظمة الدولية في دعم مسيرة التغيير السياسي والحل السياسي في سوريا. شكرا لك المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. شكرا لكم.